تحتفل بلدان العالم باليوم العالمي للدفاع المدني، وعلى هامش الاحتفال بهذه الفعالية الحماية المدنية تحتفل بلادنا بهذه الفعالية أيضا. هموم ومشاكل تؤرق المواطنين، طرحنا هذه الهموم والمشاكل على قيادة إدارة المصلحة. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، هذا يوم عالمي يحتفل به كل رجال الدفاع المدني في أنحاء العالم. نحن في اليمن عضو في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومسمى اليوم العالمي للدفاع المدني هذه السنة الدفاع المدني وإعداد الجمعيات للحد من الكوارث. هذا شعار الدفاع، شعار اليوم العالمي لهذا العام. أما بالنسبة للإمكانيات فإحنا بكل صدق أنه نفتقر إلى بعض كل الإمكانيات، سواء الأساسي منها أو التكميلية، مثل عربات الإطفاء وعربات الإسعاف، عربات الإنقاذ. يعني إمكانيتنا لا تزال شحيحة وقليلة جدا، ولكن إن شاء الله تتوفر في القريب العاجل. وهناك نوايا من الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي اللي حاضرين ضمن الهيكلة أنه سيوفروا، يعملوا على توفير بعض الإمكانيات مثل سيارة الإطفاء والإسعاف والإنقاذ إن شاء الله. يحتل جهاز الدفاع المدني أهمية بالغة بين سائر أجهزة مكونات وزارة الداخلية لارتباطه العميق بحياة المواطنين وهمومهم ومشاكلهم. وحين وقوع المصائب والكوارث والحوادث والنوازل لا قدر الله، فإن الأنظار تتجه شاخصة إلى الدفاع المدني وخدمته للمواطنين وما يمكن أن يقدمه لهم من مساعدة. الدفاع المدني عندما يتحرك في المهمة نرجو من المواطنين أن يخففوا لنا من الزحمة في أثناء المهمة لكي يتمكن رجل الدفاع المدني لأداء واجبه، وهذا عندما يشكلوا زحمة المواطنين في وقت المهمة مما يؤدي إلى فشل في صعوبات في أداء واجبه. ونرجو أن التوعية هذا أن تنشر المواطنين، وحتى وعد إبلاغنا في التحرك الحريق أن يهتم المواطن أن يبلغ أول ما يوصل عند الحريق. أنا أوجه بصفتي سائق لأخواني المواطنين عندما يسمعوا زيتي أن يبتعدوا من أمام المواتر، سواء بسيارة أو مواطنين، لحتى ننقذ الناس الذي وقعوا على الحادث. ننصح المواطنين بعدم التجمع في أماكن الحريق لأنهم يسببوا عرقلة للدفاع المدني بشكل سلبي جدا، ويساعدونا إذا إنقاذ المصابين بإنقاذ أي شيء، يكون إنقاذ أي شيء نساعدهم، يساعدونا على إنقاذ المصابين والجرحى وعدم التجمهر، لأنهم يسبوا عندما حدث طائرة. إحنا تحركنا قبل ما يبلغنا من الإدارة، بس وصلنا بمجموعة مواطنين كثير جدا ما استطعنا دخلنا بصعوبة للمكان. والله طموحاتنا أنه يكون عربة إطفاء وعربة إسعاف وعربة إنقاذ في كل مديرية وعلى مستوى كل قسم شرطة وعلى مستوى كل مدن الجمهورية. يعني استغرب انه ما بيش معي فرع في حرض، ما بيش معي فرع في المدن الكبرى هذه كرداع كذا، عندي عربات في عواصم المحافظات. احنا رجال الدفاع المدني بنعاني بصعوبه يعني جدا من نقص في الامكانيات، بعض الاكسجين وكمامات وبدلات الحريق، بدلات الاقتحام لا يوجد معنا الا بدله واحده، نعاني بصعوبه جدا. كمامات ما نستطيع ان نقتحم الحريق هذا الا بقدر استطاعتنا، ما نوصلش اليه جدا. ايش مطلبكم؟ مطلبنا يعني انه يوفروا لنا الامكانيات، مثلا مثل الكمامات، بدلات الحريق، اقتحام، الافراد، نقص في الافراد. الحقيقة احنا في الدفاع المدني في أمانة العاصمة نعمل بكافة طاقتنا وإمكانيتنا، حيث لدينا 6 مراكز موجودة الآن في العاصمة متوزعة على أماكن متفرقة، وموجودين عليها طواقم عمل على مدار 24 ساعة.
وتتحرك بناء على بلاغات اما من امن العاصمه او من الاداره العامه للدفاع المدني التي الان مصلحه الدفاع المدني. طبعا بالنسبه لامكانياتنا هي امكانيات هي بتزايد سنويا وخاصه في السنه هذا حيث انه افتتح المركز السادس ونحن نرغب وخطتنا على اساس ان احنا نعمل 10 مناطق في السنه هذه اللي احنا فيها وجاري تنسيق مع امانه العاصمه مع امن العاصمه مع مصلحه الدفاع المدني بان احنا نفتتح في كل مدينه من المديريات وحده من وحدات الدفاع المدني. طبعا بالمقارنه للدول الاخرى قد تكون عربيه هي امكانيات قليله ومحدوده لكنها بقدر الامكان. والشواهد على ذلك كثيرة في سائر شعوب العالم، إلا أنه في بلادنا اليمن الحبيب ما زال أداء هذا الجهاز المتمثل بمصلحة الدفاع المدني وفروعها في عموم المحافظات يعاني من مشاكل تجعل المواطنين يصفونه بأنه خارج الجاهزية، كونه أول من يعلم بوقوع الحادثة وآخر من يصل إلى مكانها، وإن وصل مبكرا فكما يقال اليد قصيرة والعين بصيرة. هل تشعر بأن الدفاع المدني يؤدي مهمته على أكمل وجه؟ الدفاع المدني في اليمن يعني لا يؤدي الدور الكامل. لا أشعر بذلك، أو الدفاع المدني هو أول من يعلم بالحادث ولكنه آخر من يصل إلى الحادث، أو أحيانا عندما يصل الدفاع المدني أكثر الأوقات يصل والجاهزية غير موجودة فعلا. أولا إما إفراغ الماء إذا حدث أي حريق في أي حارة من الحارات في أمانة العاصمة أو في غير محافظة من محافظات الجمهورية، فالدفاع المدني عندما يصل فيكاد الحريق بأن يكون قد التهم كل شيء، وإن وصل فمعظم الماء قد ليس موجودا بالقدر الكافي. فأظن ذلك فهو لم يؤدي عمله بأكمل وجه ولم يصل إلى الكفاءة التي يريدها الشعب، مثل ما يوجد طقم في كل جولة المفروض أن به كادر مجهز من الدفاع المدني في كل جولة مجهز لكل حالات الخراب الحريق لكل حاجة، ولم يصل للكفاءة الذي يريدها الشعب. بالنسبة للدفاع المدني دائما بيتأخر لما يستدعى أو يتصلوا فيه بيتأخر ما يقل لو قد يعني حرق البني آدم وحرق العفش والبيت. إمكانيات ما أظن ما فيش معاهم أو كيف، لأنه وقت ما حصل الانفجار حق الطائرة جاء الدفاع المدني بالوايت وما فيش معه ماء، ما جابوا له ماء إلا أصحاب الوايتات. أين إمكانيتهم؟ أين الميزان اللي بيدفعوها لهم؟ هل هناك يعني داخل فيه في الدفاع المدني هل يوجد هناك يعني ما بيسلموش مستحقاتهم إلا في نزيف للمال العام أو المال الخاص بالدفاع المدني؟ ضروري الدفاع المدني هو أهم حاجة في العاصمة في المدينة بشكل عام. لا يقدم الخدمة على أكمل وجه. على سبيل المثال حدث حادثة الطيران الأسبوع الماضي قبل أسبوعين أو أسبوع الماضي، يعني أجى الدفاع المدني والأمن تقريبا بعد ربع ساعة الناس بدأت تطفي بالوائتات المية العادية. بعد ذلك يعني أجى الدفاع المدني وبعض أحيانا يعني كان حتى المخزون غير كافي. أي مع الأسف الشديد أحيانا لو يقدر الله بحريق في أي مكان كان ما يوصل الدفاع المدني إلا وقد انتهى الحريق، والمواطنين يمكن يقوموا بواجب أكثر مما يقوم به الدفاع المدني. الدفاع المدني مهمل ولا يدي عمله يعني بواجب. الدليل أنهم متقاعسين إنه لا في أي حادثة ما يجوا إلا بعد أن تأتي الإسعافات المدنية الخاصة بالمواطنين، أما هم يجوا ولا إذا يجي فاضي بعض أحيان. بالنسبة للدفاع المدني في بلادنا يواجه الكثير من القصور، أولا قصور تتعلق بعمله ذاته، وثانيا بقصور مساعدة المجتمع إليه، فكثيرا من الحوادث التي تنتج عن تصادم السيارات في الطرقات لا يساعد الناس على إسعاف الجرحى إلى أقرب مستشفى خوفا من أن يطالهم يد القانون، وبالتالي يكون المصاب ميتا وقد لا يسعفه أحد. الدفاع المدني إن حضر يحضر متأخرا، وإن حضر لا تكفيه العدة التي بحوزته لإنقاذ المريض، وهنا نوجه دعوة جادة للمسؤولين على الدفاع المدني أن يهتموا بهذا القطاع، فهذا القطاع لا يشمل فقط الطرقات وإنما يشمل إنقاذ الحرقى والغرقى وكل من يحتاج إلى المساعدة، لأن الحياة غالية ولا تقدر بثمن، لهذا فإنقاذها يساعد على إحياء نفس بشرية.
أنا كما قلت لك إحنا لا ندعي الكمال، وإحنا الآن في فيما بعد انتفاضة التغيير وثورة التغيير إحنا في حاجة إلى أن نكون شفافين مع الناس جميعا وأن نضع النقاط على الحروف. إمكانيتنا محدودة وانتشارنا محدود في العاصمة، قلناها 6 مراكز فقط، لكن الحقيقة إن العاملين عليها يعملون بإخلاص ويعملون بالإمكانيات الموجودة. وكان عملنا في السنوات الماضية وفي هذه السنة بالذات نتائج طيبة في احتواء الحرائق وفي تقليل من الخسائر، إلا أن احنا نطمح أن تكون إمكانياتها أفضل. بس هناك عوامل بتأثر في سرعة انتقال السيارة. أولا سرعة البلق، أحيانا البلق قد يحصل حريق أو تحصل كارثة وما ما 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 مش بلق عندنا في العمليات عشان تتحرك سيارة هنا. هذا ثاني، هذا هذه النقطة الأولى. الثانية الموقع، إذا كان الموقع هذا يعني في منطقة يعني الدخول لسيارة الإطفاء صعب، قد تكون منطقة ضيقة، منطقة أسواق، منطقة يؤثر فيها. الثالث أنه نوع الكارثة، أحيانا إذا كانت الكارثة ذو نوع كبير زي ما حصل الآن الطائرات بيؤدي إلى ازدحام المواطنين وتهافت الناس على الموقع بيعيق الحركة. كذلك وقت 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 الحريق، اذا كان الليل السيارة بتضرب بسرعة، اذا كانت في وقت الزحمة او وقت الذروة او الظهر وما قبل الظهر وما الظهر اثناء خروج الموظفين من اعمالهم، هذا بيأثر لانه بتكون الطرق كلها مملوءة بالناس وتكون حركة السيارات بطيئة. هذا عوامل بتأثر. قرب كذلك في عامل مهم جدا، قرب الكارثة او الحريق من مكان موقع السيارة. إذا كان قريب في السيارة عاد تنتقل بسرعة، إذا كان بعيد تحتاج وقت. فهذا عوامل لا يمكن إحنا نهملها في تحرك السيارة ووصولها. فهذه العوامل مؤثرة، لكن إن شاء الله عندما يتم الانتشار الأكثر للوحدة الدفاع المدني حيكون الانتقال أسرع. كذلك أنا أشي المواطن يتعاون معنا. الدفاع المدني يقوم بأعماله بأكمل وجه في حالة تعاون من قبل المواطنين. فاحنا ننصح جميع المواطنين بعدم التمركز في أماكن الحريق، لأن هذا يعرقل من عملية الدفاع المدني وإنقاذ الجرحى والحفاظ على ممتلكات المواطنين. بعكس عندما يكون المواطن متعاون مع الدفاع المدني يتم عملهم على أكمل وجه. أنا كمواطن أنصح جميع المواطنين بعدم التواجد والازدحام عندما يؤدي الدفاع المدني عمله. وثاني حاجة عندما يكون هناك حريق لازم يتصلوا على الرقم 191 العمليات. في بعض المواطنين يتأخر يتصلك على 199 العمليات حق الأمانة، والعملية الأمانة يرجع يحول ل 191 العمليات حق الدفاع المدني. فلازم المواطن يعني يكون فاهم من الدفاع المدني يتصل على 191 حق العمليات، وعندما يكون هناك حريق يعني عدم مضايقات الدفاع المدني، لأن الدفاع المدني يقوم بأداء واجبه، لكن هناك في مضايقات من المواطنين. كان نحن كمواطنين في السنوات نضايق الدفاع المدني ونجس في الشارع ما نطلع عشان نجس في الرصيف، وفي مضايقات من السيارة أيضا يعني في الطريق لما يكون ولنا يمشي الدفاع المدني فهم يجسوها في الشارع خاصة أصحاب الباصات. المعقيات أكثر عجل المطرات والبساطات الذي في الشوارع وفي الرصواف، هذا أكثر ما بتعيق حركة الإطفاء. بالنسبة للدفاع المدني المقصر هو وزارة الداخلية، لأني مش داعم له الدعم الصح. المفروض أن وزارة الداخلية تكون مهتمة بالدفاع المدني، يكون جاهز حتى المواد اللي بيستخدموها هو الماء العادي، وين الرغواء أو الماء الذي يكون فيها الأكسجين كثير. وثانيا أنه لما يحدث الحريق تكون أغلب السيارة الدفاع المدني فاضية، عادوا يروح يعبي ويرجع يروح طبعا، وهذا هي مشكلة. المفروض أن وزارة الداخلية تشد نفسها بهذه الحاجة. طيب ما المطلوب مننا كمواطنين للتعاون مع الدفاع المدني، وما المطلوب من الدفاع المدني؟ المواطنين إذا حدث لا قدر الله كارثة أو حريق المفروض أن المواطنين يقوموا بالمساعدة، بس إذا جاء الدفاع المدني المفروض أنهم يبتعدوا على أساس يفسحوا المجال أمام الدفاع المدني يأخذوا شغلهم يعني. مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، ونرجو أن نكون قد وفقنا فيما طرحنا، وحتى حلقة جديدة دمتم في أمان الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.